هل يجوز تكفير أكثر من يمين بكفارة واحدة؟ يعني فيه تفصيل هذا. إذا كان أكثر من يمين على شيء واحد، قال والله لا أكل عند فلان، والله لا أكل عند فلان، ثم بعد يومين قال فلان ما تأكل، قال والله لا أكل عند فلان، في نفس اليمين مكررة، فهذه كفارتها واحدة. أما إذا قال والله لا أكل عند فلان، والله لا أجلس مع فلان، والله لا أنظر إلى فلان، هذه ثلاث كفارات، كل واحدة تختلف عن الثانية حسب الحلف. ولا يحلف، الله تبارك وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، لا يكثر الإنسان من الحلف.